السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريحات للدكتور طارق شوقي كلام يحرق الدم بصراحة. وزير التربية والتعليم قالك الغش بهدف النجاح لا يكون بتصوير ورقة ونشر على مواقع التواصل، فذلك يتم بأكثر قدر من الكفاءة على إجراء امتحانات الثانوية العامة في حملات تشهير والدولة بتكشف أصحابها. أنا بصراحة يا دكتور طارق مش عارف تشهير بإيه. خد بقى الكلام التاني، الغش موجود منذ زمن وفي جميع المراحل، لكن هذا العام أقل حالات من الغش. تحياتي. اللغة القديمة اللي كانت تدار بها للثانوية العامة انتهت. خلي بالك اهو انتهت. هذه أول مرة تطبق الامتحانات بمنهجية علمية مبنية على تكافؤ الفرص، والامتحانات الحالية هتظهر مستوى الطالب الحقيقي. لا إله إلا الله. وزير التربية والتعليم بيقول ليس دور الوزارة إسعاد كل الطلاب وإعطائهم نسبة 100%، ولكن فرز مستويات الطالب، والحديث المتكرر عن صعوبة الامتحان وسهولته مش وقته، والنتيجة النهائية هي الفيصل. يا دكتور طارق أنت بتقول هدفنا إظهار مستوى الطالب الحقيقي وليس إسعادهم. أنا عاوز أفهم بس فين ده؟ بالله عليك يعني أنا عاوز أفهم بس، إحنا مش طالبين سعادة، إحنا طالبين عدالة، إحنا مش عايزين أكتر من كده. المشكلة يعني 4 نتائج زي تاني ثانوي ولا هتبقى ازاي يعني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. دايما اللي بيجي مستغرب له. كان في خبر مشهور كده يقول لك نتيجه ماده اللغه العربيه يوم السبت القادم، قال لك غير صحيح وفهم خاطئ لكلام الوزير. عمرو اديب ساله عن نتيجه العينات العشوائيه، رد الوزير قال لك اخر الاسبوع تصل عينات من اوراق الاجابه من جميع المحافظات الى غرف العمليات، وهيتم التصحيح لتظهر بعدها النتيجه العشوائيه لماده واحده فقط هي العربي. كل مادة تاخد أسبوع عشان تصحح عينة عشوائية، أما النتيجة النهائية لجميع المواد هتظهر مرة واحدة بعد 10 أغسطس. ده كان تصريحات من الدكتور طارق شوقي تحرق الدم. حاجة غريبة يعني. لكم مطلق الحرية في التعليقات. يا رب صوتنا يوصل للدكتور طارق، يا إما هو في كوكب تاني وإحنا في عالم تاني أو ما أعرفش. بصراحة تصريحات غريبة. لو سألوك يعني الإنسان عاوز إيه؟ قول له دكتور طارق يسيبنا في حاله. تحياتي، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.